جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه شهر رمضان المبارك دعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه المباركه على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات